يعطيكم العافية حبايبي طلابي، الله يسعدكم. بحكي لي هون يا مس، درسنا اليوم إن شاء الله doubling whole numbers. doubling whole numbers يعني يا مس مضاعفة الأعداد، مضاعفة الأعداد. تمام. doubling a whole numbers means make the number twice as big، أكبر على مرتين. The quickest way، أسرع طريقة يا مس، to multiply any given number by two. بحكي لي أسرع طريقة لحتى توجد الدبل أي نمبر يا مس، نضرب باثنين لحتى نشوف يا مس ضعف، أو لحتى نعرف ضعف أي نمبر نضرب يا مس بكم؟ باثنين. ممتازين. طيب you can also، أيضا في طريقة تانية، add the same number twice، إنه بتقدر تضيف الرقم مرة تانية مع نفسه. examples 350 350 ضرب 2 أعطاني مس هون 700. إذن الدبل لا 350 700. تمام. أو في طريقة تانية مس، بدل ما نضرب باثنين بنجمع الرقم مع نفسه، 350 plus 350 أعطاني هون برضو نفس الإشي يا مس 700. تمام. double the numbers quickly without using a calculator with write each answer in the box. بحكي لي هون يا مس ضاعف الأعداد بشكل سريع بدون استخدام الآلة حاسبة. double of 280. شو ضعف ال 280 يا مس؟ بضرب ال 280 باثنين أو بجمعه مع نفسه، بيصير على الطريقتين، بيصير على الطريقتين يا مس. أنا أسهل لي إني أجمع طبعا الرقم مع نفسه لحتى أضعفه عمرتين، بلس زيرو بلس زيرو يا مس زيرو، 8 plus 8 16، 1 plus 2 3 plus 2 5. إذن يا مس الدبل of 280 يساوي يا مس هون كم؟ 560. طيب دبل of 590 هون يا مس خلينا نضرب بكم؟ باثنين. لحتى أضاعف الرقم بضرب باثنين، بنزل يا مس الصفر اللي هون زيرو، بدل 59 يا مس ضرب كم؟ اثنين. 59 ضرب اثنين 9 9 multiply 2 18 2 multiply 5 10 1 11 11. إذن يا مس هنا 1180 double of 509. طيب يا رابع خلينا نكمل هون double of 750. أنا أسهل إني أجمع من إني أضرب. شوفوا كيف، شوفوا يا مس كيف 0 plus 0 0 5 plus 5 10 1 plus 7 8 8 plus 7 5. إذن هون يا مس الدبل لل 780 1500 500. تمام يا حلوين. خلينا نشوف هون هدول يا مس الفراغات اللي تركتهم، تخليهم انتو تحلوهم عشان تعرفوا حالكم إذا فاهمين أو لا. طيب 1000 double of 1430. تمام. 1430 بدهم الدبل لإلها، يا إما مس بضرب باثنين، أو طبعا هاي الشرطة يا مس أو هاي الفاصلة لا تعتبر بوينت فاصلة عشرية، وإنما هون بس يا مس جزؤولك الرقم لحتى تقدر تقرأه بس. تمام. يعني وجودها وعدمه واحد، هيك قصدي. طيب double of 1430 plus 100
1,430. ماشي يا مس؟ ماشي يا مس؟ 1,000 يعني 1,000. 1,430 بدنا نعمل لها يا مس دبل، بدنا نعمل لها يا مس دبل. 0 plus 0 0. 3 plus 3 6. 4 plus 4 8. هاي الفاصل بنزلها يا مس بس عشان أفرق بالقراءة ومش أكتر. 1 plus 1 2. إذا يا مس double of 1,430 شو بيساوي؟ شو الدبل لإلا يا مس أو ضعف هذا الرقم؟ 2,860. طيب خلينا نحلها يا مس. بدهم دبل ل 2,600. هون يا مس إذا بدكم نضرب باثنين، بنزل يا مس الصفرين هيهم، شو ضل عندي؟ 226 ضرب 2. هون طبعا في فاصلة ما بتفرق معي. 6 multiply 2 12. ممتازين. 2 multiply 2 4. 4 plus 1 5. بحط الفاصلة هيك. إذا يا مس هنا الدبل لهذا الرقم 5,020. تمام. طيب خلينا ناخذ يمس دبل لهذا الرقم. خلينا نجمع نفس الرقم 3,820. هلا بنجمع 0 يمس بلس 0 0. 2 بلس 2 4. 8 بلس 8 16. بنزل الفاصلة هون يمس، هاي مش فاصلة عشرية وإنما الفاصلة بس لحتى نقرأ الرقم أو العدد. 1 plus 3 4 4 plus 3 7. تمام. إذا الدبل of 3,820 اللي هو يا مس 7,640. خلينا نشوف هاي يا مس دبل of 5,000. بضرب يا مس هون باثنين، بنزل كل الأصفار بهاي الطريقة. 5 ضرب 2 يا مس 10. وين بحط الفاصلة يا مس؟ هون. تمام؟ تمام يا مس؟ 5 هون يا مس الفاصلة هون. شو بنقرأ هذا الرقم يا مس؟ 10,000 10,000 اللي هي بتكون يا مس ضعف 5,000. 10,000 هون يا مس بس لحتى أقدر أميز في قراءة الرقم هاي الفاصلة وليس الفاصلة العشرية.